من مصر. ألف 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 مبروك الافتتاح، عسى الله يوفقك ومنها الأعلى، عقبال 100 فرع يا حبيبي، تستاهل كل خير جدا. يسرسح وبارد ولذيذ يا حبيبي، هذا محله يا بعد روحي جعلني مخلمك، عسى الله يوفقك ومنها الأعلى يا حبيب أخوه، جعلني مخلم منك. بعدين ما شاء الله ضابط الدوام الحركات لازم تمرين كل يوم ولا شو الوضع؟ اليوم حتى الجمعة بعد أنا لا أنا أخذ وكنت 3 أيام الجمعة كل شيء. أرحب ذم أرحب ذم أرحب يا عمري نواف. بعدين كل يوم تحلو أقول لك حاجة، أمس جيتوني مشغول صح؟ حلو أبواكم تجوني يوم وأنتم فاضيين نطلع تطعيس في جدة هنا في طعوس؟ أيوه شبة ضوء وطب ولف مع الرطوبة هذه شبة ضوء تكفى منعني منك تكفى الله حيه والله لا والله ما أبغاها إذا رجعت وهنا تراب السلام لا والله هدي تفضل 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 غير الموضوع إيه غير الموضوع أنا ماشي الليلة ماشي وادت كل يوم تعبنا بالاوتفيت انت وش الحركات هذه والله كذا يقولوا هذا المقطع موضه اي هذا موضه انت خليك مستمر على لطقم هذه وتنجح اكثر من كذا تقطيع ما في لا 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 خليك كذا خلي امورك طيبه خذ برمه عشان اشوف التيشيرت امشي والله حالي لا والله لا والله انا يا اخي في الطبيعه اجمل يا اخي والله اي والله الله يجبر خاطرك والله جبرت بخاطرك ايش فيك ايش فيك جبرت بخاطرك والله الله حيو علي اول مره حد يقولها يا اخي افا حرام عليك يا اخي انت المفروض كلهم يقولون لك يقولون لك اطبح انسان يعني اجمل انسان يا اسامه اتمنى اني ان ربي يوفق قمص الله يلا جاء ثانية نتمنى ربنا يوفق شريك قمص. والله يا جماعة الخير ما تشوفون يعني أي مكان أنزل معي أشوف لازم أنزل النظارة يعني جو جدة جميل مرة لا يبي أحد أطلع الشارع الحين أصدمني أحد اليوم رايحين مكان لأهل جدة يحطكم فيه أبوصل وبصور لكم بإذن الله. خير ما شاء الله الرطوبة في جدة يعني بسيطة جدا بسيطة يعني أنا في المجمع اللي وراء طلعت الآن طلعت للسيارة على طول الله يعينكم والله الله يعينكم يا أهل جدة خلاص ختامية اليوم إن شاء الله آخر يوم بجدة من غير شر بعدها نجيكم في الشتاء أنتم تمدحون أجواء الشتاء فنجيكم إن شاء الله بالشتاء ونشوف أجواءكم أما حاليا ما نصلح مرة إن شاء الله راح الفندق بإذن الله إذا أمدانا فكينا لكم بث ما أمدى نعوضكم إن شاء الله بكرة بالمطار بإذن الله أشوفكم على خير مع السلامة.